اهلا بكم مشاهدينا وفقره جديده من فقرات ذا دكتورز. في الفتره الاخيره اجريت ابحاث وريسيرشز كتيره جدا جدا على ما يطلق عليه وباء العصر وهو مرض السمنه المفرطه. عشان كده النهارده احنا مخصصين سيجمنت كامله وفقره كامله نتكلم فيها على السمنه الموضوعيه بدايه من اسبابها لحد طرق علاجها. بس اسمحوا لي الاول ارحب بضيفتي اللي منوره استوديو ذا دكتورز دكتور دعاء سهيل. ماجستير التغذية العلاجية ودبلومة التغذية العلاجية، صاحبة مبادرة السمنة بوابة لكل الأمراض، أول مؤسسي فكرة التخسيس أونلاين في مصر. يا دكتور دعاء ومنورانا ومنوره شاشه اكسترا نيوز. اهلا حبيبتي، ازيك؟ الحمد لله يا دكتور. اول حاجه بقى عايزه اتكلم عن الايفنت الضخم، مهرجان المراه العربيه للابداع وتكريم حضرتك. كلمين عن اللحظه دي. بصراحه الانسان لما بيكرم عن شيء بيحس ان هو علم فيه، ابدع في نقطه معينه، فالبوينت دي علشان هو تم تكريمه. يمكن انا وفريقي يعني انا اولى الناس اللي تناولت موضوع التخسيس اونلاين. يعني ايه اونلاين؟ عن طريق صفحتي على الفيسبوك. أوكي. انا ما بشوفش البيشنت بتاعي. انا بتعامل مع كل الحالات الصحيه عن طريق مجموعه من الاسئله، بناء عليها بيتم ترشيح الكورس المناسب في علاج الحاله دي. اوكي. وعلشان كده تم تكريمي. انا وصلت لناس كتير جدا في بيوتها، وخلصت ناس كتير من وزن زائد اكيد كان عامل لهم ازمات نفسيه وازمات صحيه. الحمد لله معظمهم انا ما شفتهمش. كل ده علاقه بس صور على الواتساب او على البيج بتاعتي. فبسالهم مجموعه كبيره جدا من الاسئله، بناء عليها بقدر اعرف انا الحاله دي ايه. يعني لما اقول لها طولك ووزنك وسنك ومنطقه تجمع الدهون، وهل لا قدر الله تعاني من مشاكل صحيه، ضغط، قلب، سكر، هل سبق انك استخدمتي ادويه للتخسيس وكانت طبعا وكانت ايه، وهل خسيتي معاه ولا لا، اخر مره رجعتي الى دايت امتى، مواعيد نومك ايه، طبيعه عملك ايه. لا ده اسئله كمان كتير مني. اي وقت عايزه تتواصل مع حضرتك بتبعت رساله على الصفحه. انا فريقي 33 خبير وخبيره. أوكي. كلهم دارسين تغذيه. لما انا دلوقتي بيدخل مجموعه كبيره من الاسئله، هم بيردوا كلهم على الصفحه. اللي تناولت علاج الحاله دي بتديها رقمها. أوكي. فبتتواصل معاها على الواتساب او الفون في اي وقت. في اي وقت؟ اه طبعا الواتساب والرسائل في اي وقت، التليفونات طبعا لحد 12 مساء بس. طب انا لو بيشنت دلوقتي او مريضه ببعت لحضرتك بقول لك انا مش بعاني من سمنه كليه. انا عندي منطقه تجمع دهون مثلا منطقه البطن ما بعد الحمل والولاده. وبقول لك اعمل ايه بالظبط؟ هتبتدي معايا ازاي؟ هقول لحضرتك مبدئيا منطقه تجمع الدهون. شفتي بقى ان السؤال له. أيوة. منطقه تجمع الدهون، انا عايزه اقول ان منطقه تجمع الدهون دي بتاخدنا لمكان تاني اللي هي يعني انواع الجسم وكيفيه التعامل معاه. انواع الجسم طبعا الأشكال. مختلفه، اشكال مختلفه. أوكي. يعني لما يكون يعني طبعا احصائيه عالميه كلها بتقول ان من هم يعانوا من الجسم التفاحي اكثرهم في الرجال عن ذويهم من النساء. تمام. بالنسبه للسيدات في الجسم الكمثري. تمام. الجسم الكمثري ده اكثرهم في النساء، ودي بترجع يعني جيناتيك، عوامل وراثيه، ممكن طريقه يعني لايف ستايل معين على طول، فدي بتبقى دي بتفرق. اه طبعا عاداتنا اليوميه. اه طبعا. وفي الجسم اللي كله شكل بعضه، الجسم المستطيل. تمام. فمنطقه تجمع الدهون لا، خلينا نتكلم ان الجسم التفاحي اكثر الرجال يعانوا من ده. وعلى فكره ده نوع خطير من السمنه، لان كل اجهزه. هو ايه الجسم التفاحي؟ هو الدهون من البطن والصدر وذراعين عن الجسم السفلي بيبقى عادي جدا. تمام. طيب خلينا نتكلم ان معظم اجهزه الجسم المهمه بتضمها البطن. أكيد. الكبد والبنكرياس والقلب والكلى، كل الدهون دي لو زادت بتضغط على الاجهزه. أوكي. فما بتقومش بدورها. ممكن لا قدر الله، لا قدر الله، هنا نتائج السمنه اللي هم ال 44 مرض وربنا يعافينا جميعا. ممكن تلاقي حد يعاني من سمنه ودهون عاليه على الكبد. يعاني من سمنه وعنده مشكله في وظائف الكبد والكلى طبعا. وخلينا نقول ان لما بتزيد الدهون حوالين القلب بيبقى في مشكله كبيره جدا ممكن تحصل لا قدر الله. وعلشان كده دايما من هم يعانوا من اضرار السمنه، عالج السمنه الاول وبعدين شوف ايه اضرار المشاكل التانية او العواقب بتاعتها. طبعا. طب انا دلوقتي
اللي انا عايزه افهمه من كورس العلاج هيبقى نظام غذائي وادويه معينه ممكن تكون عامل مساعد وفاكتور مساعد في الرحله ولا هيبقى لا وانا هفاجئك ايه بقى؟ دايما انا المكملات الغذائيه اللي انا بتناولها او بستعين بيها في علاج حالتي اللي هي الحاله اللي معايا اوكي كلها ما بعملش معاها دايت يعني ما فيش دايت كل الادويه اللي كل المكملات الغذائيه اللي ببعتها لهم عن طريق شركه الشحن ما فيش دايت ليه؟ إذا أنا دلوقتي عرفت إن الحالة بتاعتي شهية عالية أوكي. فأنا محتاجة كبسولة تحتوي على فايبر على ألياف عالية تاخد تلتين المعدة ويبقى تلت بسيط فأنا مش هاخد الوجبة اللي أنا معتاد عليها أنا بس هاكل حاجة بسيطة هل من المنطق إن يكون البيشنت بتاعي شهيته مقفولة أقول له اعمل دايت؟ لا طبعا طيب إذا أنا قلت لك من بداية الرحلة ممنوع 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 مش هتزهق مني في النص؟ أكيد طب مش هتتوقف؟ أكيد أكيد دايماً الممنوع مرغوب صح أما أقول لك بيضة مسلوقة ربع رغيف مش عارف بيمشوا عليها فترة وبيزهقوا وبيرجعوا تاني مش كده الموضوع إن أنا بنظم مواعيد الأكل وده مهم يعني أهمية كبيرة جداً إن أنا أنظم مواعيد أكلي إذا أنا فطرت في الساعات الأولى من النهار أوكي. وتغديت من ثلاثة من اتنين لثلاثة وتعشيت من خمسة لسبعة تمام انا استغليت كل الساعات النهاريه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق الغده الدرقيه بتفرز الهرمون القادر على حرق سعراتي بلس ان انا مديالك كبسوله بتقفل لك شهيتك فانت مش محتاج تعمل دايت مش هيجوع بالليل مش هيجوع بالليل مش هيجوع بالليل لان انا عارفه الناس اللي بتجوع بالليل مثلا لا قدر الله يجي لي حد يعاني من ديبريشن يعاني من اكتئاب تمام فمن يعاني من اكتئاب ده ساعات نومه قليله عنده توتر عنده قلق ما بينامش لازم انا اعرف ان انا ميعاد كبسولتك مش هتكون زي الانسان العادي اوكي اديهولك بعد الغداء او قبل الغداء فيقفل معايا 12 ساعه لان انا دايما اذا انا قلت مثلا النيو هارفا او الفيتار ده بيحتوي على عشب الكوجك عشب الكوجك ايه بقى عشب الكوجك؟ عشب الكوجك ده عشب اسيوي ينمو في جنوب شرق اسيا في الصين في الهند في اليابان العشب ده اعلى انواع الالياف اذا انا قلت اعلى الانواع ومعروف في الدراسات ان السيليوم او البسيليوم الاثنين صح ده عشب بيملى المعده واليافه عاليه فالاكثر منه هو عشب الكوجك أوكي. عشب الكوجك معروف ان هو من الالياف النادره وموجود بنسبه عاليه جدا ومركزه تمام. داخل كبسوله الهارفا او النيو او الفيتار وتعالي نتكلم كمان ان ايه كمان داخل الكبسوله الجارسينيا اما يكون عندي الجارسينيا ده عشب يعني انا بعتبره ان هو يعني سبحان الله في خلق يعني عشب الجارسينيا موجود بنسبه 60% من في الكبسوله اوكي دي النسبه المصرح بيها دوليا تعالي نسال عشب الجارسينيا ده بيعمل ايه هو بيحتوي على يعني خلينا نتكلم ان عشب الجارسينيا بيمنع يعني هو بيحتوي على الاتش سي اي اوكي الاتش سي اي ده الخلاصه اللي داخل الجارسينيا بتمنع تكوين انزيم الياس ايه انزيم الياس داخل الجسم ده الانزيم المسؤول عن تكوين الدهون اوكي فاحنا منعنا الانزيم اللي بيكون الدهون وبكسر من في الخلايا الدهنيه الموجوده ان انا بعلي الحرق بنسبه عاليه من الاكاي بيري الى التوتال بيري الموجود داخل الكبسوله أوكي. فانا عليت حرق فانا فتبت الخلايا الدهنيه اللي عندي ودايما السمنه الموضوعيه يا استاذتنا دي بتبقى خلايا دهنيه مترابطه يعني دهون ثلاثيه يعني مش دهون سهله الدهون السهله داخل الجسم اللي هي الدهون الاحاديه والثنائيه طيب لما بتكون موجوده في البطن او في الارداف لا دي مش احاديه ولا ثنائيه دي بقى دهون مترابطه متماسكه يعني دي دهون تكتلات صعبه لازم اكسرها اكسرها بايه بعشب داخل الكبسوله يعمل على تكسير الدهون دي او تحويلها لدهون احاديه طب العشب ده هيشتغل على المناطق دي ومش هيشتغل على بقيه مناطق الجسم يعني هيبقى تارجت جدا اما بيجي لي حد بيعاني من سمنه موضعيه لازم يكون الكبسوله بتحتوي على عوامل او مجموعه من الالياف والاعشاب لان انا دايما ببحث في كبسولتي اللي انا بعالج بيها مريضي لازم تكون عشبيه امنه أي على الصحه طبعا هل من يعني ان انا عشان اعالج لك شيء شيء تاني عندي يعني يتضرر بقى باب لمشاكل تانية طبعا يعني اذا انا اديتك كبسوله ما بتراعيش الحاله الصحيه أوكي. او تحتوي على كيميكلز او مش عشبيه او مش طبيعيه مش هتكون مكمل غذائي يبقى انا ممكن اعلي له الضغط ممكن لا قدر الكلى تتضرر فعلشان كده دايما
كل المنتجات او كل مكملات الغذائيه معايا علشان خاطر تخلصني من زياده الوزن لازم تكون صحيه طبيعيه 100%. احنا هنتكلم اكتر على كيسز كتيره جدا معانا النهارده وعن رحلتهم بس بعد فاصل صغير جدا جدا يا دكتور. اتفضل مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع لكم، ابقوا معانا. مشاهدينا بعد الفاصل ومكملين كلامنا مع القيمه والقامه العلميه الكبيره دكتور دعاء سهيل. دكتور دعاء قبل الفاصل كنا بنتكلم على الكيسز اللي الناس بتحب تسمع عنها علشان تديها دفعه امل، كلمينا عن الكيسز اللي جت ثرو ذا بيج وثرو الصفحه بتاعه الفيسبوك. هو تقريبا يعني انا معظم الناس اللي انا بنجح معاهم، في البعض منهم ما بيرضاش ان صوره تعرض، لكن صفحتي طبعا عليها العديد من الحاجات اللي انا نجحت معاها. هيسالوا دلوقتي الصفحه، احنا عايزين نبين بس صوره الصفحه علشان تبقى باينه لكل المشاهدين. فانا صفحتي دايما اللي بنجح معاه بستاذنه، هل ممكن ان انا افتر ويك بيفور؟ اللي بيوافق طبعا لازم احترام سريه العميل، الكونسنت بتاعت المريض. طبعا. يعني اذا انا مش عايز خلاص اوكي. بس في ناس كتير جدا بتبقى فرحانه، الحاله النفسيه اللي بيكون عليها من هم فقدوا وزن زايد لا بتكون يعني ما تتوصفش، بتكون مختلفه تماما. طبعا طبعا. يعني انا كان معايا العديد من الحالات، يا ريت انا عندي فيديو كمان ممكن للحالات لو يعرض واكلمك عن كل حاله فيهم. في حالات فيها سمنه موضعيه، فكان لازم ان انا على مدار رحله التخسيس، وطبعا 4 أو 5 أو 6 كورسات كل مرحله، يعني في البدايه انا شهيتي اتقفلت. اوكي. فانا لما الشهيه تتقفل المفروض ان انا ادخل بكبسوله في الكورس الثاني تعلي معدل الايض علشان اضمن انه ما يحصليش حاله من ثبات الوزن في الطريق. فابتدي اديله كبسوله فيها حوارك علشان يفضل مستجيب ليا، بعد كده ممكن شهيته ترجع له ثاني. لازم المريض يكون في حاله نفسيه مستقره يعني فتره التخسيس علشان هو كمان يكون بيخس وهو مبسوط وهو في حاله نفسيه. الحاله النفسيه بتفرق كتير جدا. مش هي مش قصه حاله نفسيه بس، هي علميا مرتبطه. يعني لما اقول ان المريض مبسوط انه بيخس يعني هرمون السيروتونين عنده مظبوط علميا في جسمه الفانكشن. هرمون السيروتونين ده هرمون المسؤول عن السعاده. فمعدله مظبوط. في هرمون نقيضه، هرمون الليبتين وهو المسؤول عن الجوع. اذا الحاله مستقره خلاص انا مش جعان. تمام. دايما الاكتئاب والتوتر والعصبيه والنرفزه الستريس ايترز واللي كل بيتوتروا ياكلوا بيخلي الانسان بسرعه يجري عايز يظبط نسبه السكر في الدم، فيدور على ايه انه ياكل. اوكي. علشان خاطر يعوض الحاله المزاجيه دي. طب في امهات برضو كتيره بتتواصل معانا وبتقول لنا طب انا ينفع اعمل حاجه زي كده مثلا لابني او بنتي، اتواصل مع الدكتور واطلب مثلا كورس وياخد السبلمنت بتاعته لو فهو لو سن يسمح، بتكلم على 15 مثلا فيما فوق، ده يبقى سيف للاطفال ولا لا؟ انا طبعا بضمن شركتي اعلى واجود انواع المكملات الغذائيه يعني والتي تتناسب مع جميع مراحل العمر. الفئات العمريه تختلف في تناول علاجها. أوكي. يعني هل مثلا سيده في الأربعين أو في الخمسين أو في الستين زي بنوتة 16 سنة 15 سنة 20 سنة زي شابة 30 سنة؟ لا طبعا أكيد كل كيس مختلف. خلينا نتكلم إن مرحلة الشباب فيها شوية توتر، فيها شوية يعني نقول تخبط ذهني، في أفكار كتير، فبيبقى التعامل مع الحالة دي محتاج طريقة معينة. مرحلة الشباب من العشرين للتلاتين يعني طريقة معينة. تمام. بعد التلاتين بالنسبة للراجل يختلف عن الست، وبالنسبة للست فهي من الثلاثين للأربعين مع كل سنة بتفقد القدرة على حرق 50 سعر حراري. أوكي. أما وصل للأربعين بقيت فقد القدرة على حرق يعني 500 سعر حراري. طب تعالى نتكلم على الفترة الزمنية أو العمرية للست من فترة انقطاع الدورة الشهرية بيحصل الحرق يعني تغيير هرموني مختلف. أوكي. الحرق عندها بيتضرر أكيد، وتتراكم الدهون حوالين الخصر. وطبعا مع وبعد الست ما بتقعد من الشغل او الراجل بيقعدوا من شغلهم، فالحركه اللي بيقوموا بيها خلاص كل لايف حياته يعني كل طريقه حياته بتقف بتختلف. انا بقيت بخرج ما بقتش بخرج، فالكورس يبقى تيلرد ومناسب ليه والحال طبعا ولحالته الصحيه. لان وارد يكون 30 سنه 40 سنه 50 سنه يعاني من سمنه وضغط، سمنه وسكر، سمنه والام في العظام. أوكي. سمنه ويعني
عنده علاج يومي. فانت لو ما كنتش معينه لازم يمشي عليه، دارس تغذيه انت مش هتعرف تتعامل مع الحاله. انت لازم انت تتماشى، تعرفه جرعاتك من علاجك زي ما هو وانت عارف المكمل الغذائي اللي يتناسب مع الحاله الصحيه دي وبناء عليها يعني بيخلصوا منها. معظم السيدات وده عن طريق خبره 7 سنوات بتعامل مع البيشنت بتوعي عن طريق صفحتي، السمنه الموضعيه للست في الجزء السفلي ما بتعرفش تلبس. طبعا دايما تبقى حتى وهي بتتصور واقفه بجنب هي مش عايزه تبان. موضوع يعني موضوع السمنه ده بيعمل لها احراج. في بنت جسمها مظبوط وعندها شويه بطن يعني مدام ولدت ومنطقه البطن زي ده دايماً بتضايقهم، فلازم اديها كبسوله تحتوي على ايه؟ على الياف تعمل على نحت القوام. اديها طبعا اوراق اللوتس طبعا، يعني اوراق اللوتس هي اللي ممكن تعمل الشيب اللي انا عايزاه طبعا، تعمل على ده بتبقى عايزه، بس انا عايزه اعمل ري شيب لجسمي لانها هتتضايق. لا انا جسمي مظبوط، لو خسيت من فوق شويه هتضايق، من تحت شويه هتضايق، انا عايزه بس شويه بطن. وفيها حوارك عاليه جدا، بتدور على الخلايا الدهنيه اللي فيها ورقه اللوتس. الكبسوله دي فيها كل، ودايما انا الكبسولات اللي بستخدمها يعني انا بحترم الالمان والامريكان في تصنيع الكبسوله، يعني الكبسوله بتاعتهم بتبقى عباره عن مايكرو انكابسوليشن، يعني بتبقى صغيرات الكبسولات داخل كبسوله واحده وبنسب وتقنيات عاليه. لان الموضوع يعني مثلا حد يقول لك انا عايز اعلي الحرق فيروح للعطار. بالظبط غلط. لا وغير العطار بقى هم بيروحوا للجيم. يعني في حد كده شخص فجر احنا مش عارفين هو جاي منين بالظبط بس هو موجود، يعني بيوصف لهم النظام الغذائي ويديهم بقى السبلمنتس مجهوله المصدر اللي مش اف دي اي ابروفد اصلا، ويرجعوا يقولوا انا حاسه ان انا قلبي هيقف من كتر اللي انا باخده من السبلمنتس. طب ايه بقى هقول لحضرتك موضوع الرياضه، انا ليس ضد الرياضه، انا من الناس اللي بيمارسوا رياضه من يعني من 25 سنه تمام، فبس انا بتكلم ان انا الرياضه اللي هي المشي ان انا حريصه كل يوم ساعه مشي ان انا ما اوكي انزل الجيم. معظم لعيبه الكوره لما بيقعدوا بيحصل لهم ايه؟ جسمهم بيتغير تماما، بيزيدوا صح؟ طبعا، علشان حجم الرياضه والمجهود اللي انت بتعمله يوميا لو توقفت عنه خلاص انت بعد كده حوالين الكتله العضليه هيبقى فيه دهون، هتضعف الكتله العضليه لو قعدت. انت الموضوع مش موضوع رياضه، طبعا ليس ضد الرياضه، المشي كل يوم نص ساعه، السمنه الموضعيه في الارداف والجزء السفلي لازم لو هي مش اوفر ويت 50 كيلو مثلا اكيد هقول لها امشي، بس مش هقول لها من البدايه امشي، لان اللي عندها زياده وزن او اللي عنده زياده وزن 40 كيلو 50 كيلو 30 كيلو فدي سمنه مفرطه، فما اقدرش اقول لحضرتك امشي او اعمل رياضه لان السايد افكت ليها مش هيكون ايجابي، هيكون اكيد سلبي، هيبقى ضغط على العظام على المفاصل، الام المفاصل دايما طبعا. اخر فقرتين للسيده اللي بتعاني من سمنه موضعيه في الجزء السفلي او هي من اصحاب الجسم الكمثري يتضررون. اوكي. كمان دايما المفاصل الركب تتعبها. طبعا. اقول لها امشي بعد ما اخليها تفقد 20 كيلو بعد من وزنها ده الاستاف معين يبقى معايا 10 كيلو مفيش مشكله، لما اقول لها احرصي على مشي يعني نص ساعه او ساعه الا ربع في اليوم او ساعه طبعا يكون افضل. طب وخلينا منطقيين. ايه بقى؟ دايما الست مش محتاجه تعمل رياضه لان شغل البيت هي ماشيه في البيت شغل البيت في الاصل هي بتقول كفايه الرياضه اللي انا بعملها ورا ولادي، يعني هي دي الرياضه الكافيه ليا. طب انا عايزه اتكلم بقى على الدور التوعوي الرائع منك يا دكتور دعاء ومبادره السمنه بوابه لكل الامراض. ليه كنت مهتميه بشكل كبير جدا كده ان المعلومه توصل بشكل مبسط لكل المرضى ومرضى السمنه المفرطه وان يكون ليكي دور فعال ومهم جدا جدا في المجتمع؟ كان لازم كل يوم احط لهم بوستس على الصفحه، لازم انزل البوستس اللي بتوعي الناس. يعني اذا انا كنت انا مريض سمنه وشايف الموضوع عادي انا بقول لك لا قدر الله لا قدر الله دي نتائج سمنه. فلازم يكون ده، وان انا اسهل عليهم. في ناس ما عندهاش وقت تروح للدكتور، صح. ما عندهاش وقت تستنى 40 او 50 حاله علشان في العياده علشان تكشف، صح. طيب وعلشان اروح اعمل فولو انا ممكن يكون معايا اطفال بعمل لهم هوم وورك، انا مش فاضي، صح. او انا بشتغل وشغلي برجع من شغلي 7 بالليل 8 بالليل، فالراجل لما بيرجع كده خلاص انت ما بقتش قادر ان انت تنزل تروح للدكتور او تكشف. كان لازم اوصل لكم لحد البيت، ان انا اوصل لك العلاج لحد البيت، ان انا اقول لك على التعليمات والجرعات عن طريق الصفحه او الفون. ده خلاني وصلت لناس كتير جدا الحمد لله، يعني يمكن اكتر سنه انا تعبت واشتغلت فيها كانت 2018، صح. وكان ولذلك في مبادره جديده ان شاء الله في 2019 مصر بلا سمنه. مصر بلا سمنه ان شاء الله دي خطه 2019 يا رب انجح فيها ان شاء الله باذن الله. واحنا معاك يا دكتور دعاء نورتيني النهارده، انا بشكرك شكرا جزيلا. ميرسي، ربنا يطول عمرك. شكرا.
بشكر دكتور دعاء سهيل، ماجستير التغذيه العلاجيه ودبلومة التغذيه العلاجيه، صاحبه مبادره السمنه بوابه لكل الامراض، اول مؤسسي فكره التخسيس اونلاين في مصر. نورتيني يا دكتور دعاء. شكرا. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله في رعايه الله.